الاجتماع الذي حصل مع السيد فؤاد حسين؟ تفضل. دكتور فؤاد حسين نائب رئيس الجمهورية مثل الرئيس برزاني في المفاوضات في بغداد. الدكتور فؤاد حسين لم يفاوض، بينما دكتور حسين أتى لتصحيح الأخطاء التي وقع اللجنة المالية، لأراد أن يحشر بعض الفقرات العقابية الجزائية في الموازنة وفي المادة 14 والمواد المتعلقة بإقليم كردستان، بغية من تكون استهداف سياسي. لكن اليوم هذه الحوارات وهذا التأخير وهذا الجدال اللي يصير نتيجة الأخطاء التي وقعت اللجنة المالية واللعبت بالعدادات البنود الموازنة التي كانت مكانها هذا التلاعب ليس هنا، إنما أن تحل في بتشريع قانون النفط والغاز، قوانين أخرى. ما لا يوجد أي موازنة في الدول العالم فقرة فيها عقابية وجزائية تستهدف المكون وتنقص من صلاحياته. رفعت الفقرة، نحن مع فقرة كما أتت من الحكومة، نحن مع الفقرة 14 إنما تطابق مع إن جرت عليه تغيير تطابق مع الروح مع الدستور والقانون. شكرا جزيلا.